تركيب الزهرة. الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النبات، والمسؤول عن تكوين البذور في النباتات الراقية والتي تنمو في إبط ورقة تسمى القنابة. تتكون معظم الأزهار على اختلاف أشكالها من أربعة أجزاء رئيسية، وهي الكأس، التويج، الطلع، المتاع. أولاً الكأس، وتسمى أوراقه بالسبلات الخضراء، وتتكون قبل أي جزء آخر في الزهرة في معظم الأنواع النباتية، وغالباً ما تبقى متصلة في الزهرة بعد تفتحها، وتتمثل وظيفته في حماية الأجزاء الداخلية للزهرة. ثانياً التويج، وتسمى أوراقه بالبتلات، وهي الجزء الملون ذو المظهر الرائع في معظم الزهور. وظيفته جذب الحشرات والطيور التي تساعد على نقل اللقاح، وذلك من خلال الروائح القوية التي تنشأ من مواد زيتية موجودة في البتلات. ثالثا الطلع، وهو عضو التذكير في الزهرة، ويتكون من عدد من الأسدية، فكل سداة عبارة عن خيط ومتك، ويحتوي المتك على أربع حجرات، كل منها تمتلئ بحبوب اللقاح والتي تخرج من الأكياس حين نضجها. رابعا المتاع، وهو عضو التأنيث في الزهرة، ويتكون من عدد من الكرابل. تتكون الكربلة من ثلاثة أجزاء، وهي الميسم، وهو الجزء اللازج المعد لاستقبال حبوب اللقاح ويقع في قمة الكربلة. القلم، وهو عبارة عن أنبوب رفيع يصل الميسم بالمبيض. والمبيض، وهو الجزء المنتفخ في قاعدة الكربلة ويحتوي على بويضة أو أكثر، ويتحول بعد الإخصاب إلى ثمرة.